موجز من العربية لأبرز التطورات، أهلا بكم. ارتفاع عدد قتلى تفجير أجهزة الاتصال في لبنان إلى 13، بينهم 11 عنصرا في حزب الله وسيدة وطفلة، والإصابات تتخطى 3000. مسؤولون أمريكيون يؤكدون لموقع أكسيوس أن إسرائيل سرعت تنفيذ تفجيرات أجهزة البيجر خوفا من اكتشاف حزب الله للعملية، وقالوا إن إسرائيل كانت تخطط للعملية كضربة افتتاحية لحرب واسعة. شركة جولد أبولو التايوانية تقر بأن أجهزة الاتصال تحمل علامتها التجارية لكن تم تصنيعها في المجر، وأحد مؤسسي الشركة يقول إن الإنتاج تم بالاستعانة بمصادر خارجية، مشدداً على أن أجهزة الاتصالات التي وصلت لحزب الله ليست من إنتاج الشركة. إعلام إسرائيلي يؤكد أن عملية تفجير أجهزة الاتصال بلبنان كانت مشتركة بين الجيش والموساد، وحزب الله يتوعد بالرد. في زيارة هي العاشرة للمنطقة منذ اندلاع حرب غزة، بلينكن يلتقي السيسي في القاهرة لبحث جهود وقف النار بغزة، ويؤكدان أن حل الدولتين يظل مسار تحقيق السلام والأمن. الأردن يستضيف اجتماعات للجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وإنهاء التصعيد في الضفة الغربية.